في إطار المنتديات اللي كينظمها الحزب على مستوى جميع الجهات مع المنتخبين ديالو. كنظن أنها مناسبة اللي كتبين دائما طابع تشاركي، طابع ديمقراطي اللي كيتسير بالحزب واللي كيعتمد دائما على الإنصات. بدينا بمسار 100، تبعناه 100 يوم 100 مدينة، اليوم بعد واحد السنة ونصف من التدبير المحلي، اليوم كاينه لقاءات اللي كيديرها السيد الرئيس مع المنتخبين ديال الجهات ب 12. نشيدوا بالاهميه ديال مشروع الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه اللي هو ورش ملكي. تم التطرق اليوم لورش الخدمات الاجتماعيه والتغطيه الصحيه، هذا الورش الملكي الكبير اللي اليوم تقوم الحكومه بالتنزيل ديالو بواحد السرعه كبيره وبنجاعه كبيره، ولكن في حاجه باش انه يزيد يوصل الاهداف ديالو المبتغى ديالو، ان المنتخبين والمجالس المنتخبه الى جانب الادارات المسؤوله والمصالح الخارجيه داخل الاقاليم يكون واحد المواكبه حقيقيه لهذا الورش هذا من طرف المنتخبين، وهذا يدعي يعني ان يكونوا عمليه تحسيسيه المواكبه تاطير استيعاب وتملك هذا المشروع الحكومي المهم اللي اليوم خدا خطوات متقدمة بإرادة حقيقية وقوية للحكومة. اليوم كيتعقد هذا المنتدى كما كان في انتحاضات الصباح، كان واحد المجموعة ديال كان أربع ورشات اللي من خلالهم سمتنا الهموم والمشاكل ديال ديال المنتخبين التجمعيين، وفي هذه الجلسة المسائية يعني غادي تخرج فهمتي غيتم يعني التلاوة ديال هذوك التوصيات اللي بينا إن شاء الله نتمناو من الله باش أن تتخذ بعين الاعتبار. تحول كبير داخل الحزب بفضل المنتخبين، بفضل الشباب، بفضل النساء، يعني الفيدراليات ديالنا اللي كيعملوا واحد العمل اللي هو جد كبير.